نور، رح نبلش بأولى فقراتنا. فقرتنا الأولى هي الفقرة الطبية. رح نحكي عن مشكلة ممكن يعاني منها الكثيرين، هي بتبدأ بشعور برنين أو ضوضاء بأحد الأذنين أو بالاثنين، وممكن تتحول لحالة مرضية مزعجة. فما الحل الطبي وشو أبرز أسبابها؟ وهذا الشيء طبعا رح يعرفنا عليه ضيفنا لليوم الدكتور شيخو حسين قاسم، اختصاصي أنف أذن حنجرة وجراحة رأس. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. يمكن بالبداية عرفنا شوي عن المشكلة الطبية، بالعامية بنقول طنين هو الأذن. تماما طنين. إذا بدنا نعرفه طبيا للناس أكثر شو فينا نقول؟ هلا بالنسبة لموضوع الطنين، الطنين هو شكاية كتير شائعة، يعني بعتقد ما في حدا يعني بعرفه أو بنعرفه مثلا ما شكا خلال فترة معينة من حياته من مشكلة الطنين. هلا هو إحساس مزعج بشكل عام، ومشكلته إنه بيأثر على نوعية الحياة. هلا هو كمان كتير شائع، يعني بآخر دراسة بجايد لاين إحنا بنسميه من الجمعية الأمريكية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة، يعني حوالي 10-15% من الأشخاص البالغين اللي عمرهم فوق 18 سنة بيعانوا من طنين بمرحلة معينة قلنا من هذا الطنين. طبعا هو أشي عند الذكور أكثر من الإناث، خاصة لأعمارهم بين 40-60 سنة، ويزداد مع التقدم بالعمر. هلا الطنين كتعريف، هو الطنين هو بينقسم لقسمين، في عنا الطنين الشخصي وعنا الطنين الموضوعي. الطنين الشخصي هو استقبال الشخص لصوت بغياب اي منبه خارجي او صوتي او كهربائي، وهو الاشياء يعني هو معظم الناس هو بيعانوا من الطنين الشخصي. طبعا هو غالبا بيترافق مع نقص سمع حسي عصبي، يعني بيكون في مشكله سمعيه مرافقه للطنين الشخصي لحتى عم يعاني من هاي المشكله، وخاصه على التواترات العاليه. التواترات العاليه 3000، نحن لما بنحكي عن تواتر عالي معناته صوت ناعم مشان تعرف يعني. هذا هو بالنسبة للطنين الشخصي. إذن هو استقبال الشخص بصوت بغياب، يعني ما في منبه خارجي أو كهربائي، يعني هو صوت له علاقة بالإذن الداخلية وله علاقة كمان بالسبل السمعية تحت القشرية، اللي هو بيعطي كتعويض للتكيف للنقص السمعي الحاصل. يعني أي نقص سمع بأحد الأذنين ممكن الإذن تعوضه عن طريق الطنين. هذا بالنسبة للطنين الشخصي. اما الطنين الموضوعي او نحن بنسميه الاوبجكتيف، فهو استقبال الشخص لصوت ناتج عن اهتزاز ما، يعني في مشكله ضمن الاذن وخاصه الاذن الوسطى، ناتج عن اهتزاز ما او ناشئ عن الجسم نفسه، يعني في مشكله ميكانيكيه او مشكله وعائيه للموضوع الطنين الموضوعي. فالطنين الموضوعي بصراحه مثل ما الطنين الموضوعي كمان ممكن يترافق مع نقص سمع نقلي، بما انه هو له علاقه بالاذن الوسطى، فممكن يترافق بوجود نقص سمع نقلي، اللي هو بيختلف عن نقص السمع الحسي العصبي اللي هو له علاقه بالطنين الشخص. طيب هلا هيك نحن عرفنا المشكله بشكل عام. هو قسمين، يعني الطنين بين الشخصي بيختلف بين الموضوع. طيب خلينا نحكي هو الطنين الشخصي هو طنين هو مزمن، اما الطنين الموضوعي هو طنين بيكون حاد لحاله معينه او حدث أيوة يعني. معين. طيب خلينا نحكي عن اسبابها، سواء كان للشخصي او للموضوعي. شو السبب ليش الشخص ممكن يصاب بهالمشكله؟ أيه. الطنين هلا خلينا نبلش بالاشياء اللي قلنا هو الطنين الشخصي اللي هو غالبا يترافق مع نقص سمع حسي عصبي. هلا اسباب الطنين الشخصي هي اسباب كثيره. اول شيء ممكن يكون مشكله نقص سمع او اذيه اذنيه، مثل نقص سمع شيخي، يعني متقدمين بالعمر، كل ما تقدمتي بالعمر كل ما الخلايا العصبيه خفت حيويتها وقابليتها، فكل ما نقصت الخلايا العصبيه السمعيه اللي لها علاقه بالعصب السمعي ممكن يعوض عن طريق طنين. عندنا نقص السمع المناعي، اسباب مناعيه. عندنا داء مينير، كمان هو نوع من انواع الدوار الدهليزي بيترافق مع طنين بيكون شخصي. كمان عندنا الاسباب، في اسباب تكون خطره كثير بصراحه. يعني الطنين هو ممكن يكون عرض، طبعا هو الطنين هو ماله مرض، هو عرض لمجموعه امراض معينه. يمكن يكون الطنين هو عرض لآفة بالحلزون مثل الشوانومات والأورام العصب السمعي والاضطرابات الدهليزية. كمان يكون عندنا الأسباب الدوائية، عندنا كتير أدوية ممكن تعمل لنا طنين، مثل أسبرين. الأسبرين اللي فيه كتير عالم عم تاخده بشكل اعتباطي، طبعا هو سبب كتير بيعمل طنين كتير مزعج. عندك مضادات الالتهاب اللاستيرويديه كمان، مثل البروفين والمضادات الالتهاب اللاستيرويديه كمان بتعمل طنين. عندك خافضات الضغط الشرياني كمان بتعمل طنين.
عندك انواع من الصادات من الامينوغلوكوزيدات مثل الجنتامايسين والتوبرامايسين والنيومايسين، وهي كثير بيستخدموها العالم. يعني العالم تاخذ صادات بشكل عشوائي صحيح. بيكون لها بتعمل طنه. كمان عندك ردود الراس مثلا حوادث السير، ممكن تعمل رد على الراس، ارتجاج بالحلزون، ارتجاج بالعصب الدليزي، ممكن تعمل لك قصه طنين. عندك كمان تعرض الضجيج، كمان الرد الصوتي نحن بنسميه، يعني كثير ممكن تعمل طنين. عندك الاسباب الثانيه، اسباب الاستقلابيه مثل فرط نشاط درق، هبوط نشاط درق، خافضات ارتفاع شحوم الدم، عندك نقص فيتامين A و B والزنك كمان ممكن تعمل مشاكل بالطنين. يعني بالمجمل عندك الامراض الجهازيه، ارتفاع التوتر الشرياني، امراض العصب مثل التصلب الويحي، التهاب السحايا، السكته الدماغيه، عندك مشاكل نفسيه، الاكتئاب، القلق، كثير تعمل. يعني بيجي المريض تعملي له كل شيء، بتفحصيه بشكل كامل، لا نقص سمع، لا امراض مرافقه، بيكون الشغله هي عباره عن سايكولوجي، يعني هي شغله نفسيه تحتها، يعني ممكن تضطري حتى تحولي على طبيب استشاره نفسيه كمان. يعني طيب دكتور، يمكن يعني هي اكثر اسباب طنين الشخصي. ذكرت يمكن كثير من الاسباب للطنين الاذن، للطنين الشخصي. خلينا نحكي اذا بدنا نقول اكثرهم شيوعا، اذا فيها فعلا سبب مرضي، يعني ما فينا نعتبره الشخصي اكثر سبب للطنين الشخصي اللي هو اللي نحن يعني انا بقول في مشكله لازم اعالجها طبيا. تمام. هلا هو التقدم بالعمر والادويه والامراض المرافقه هو اكثر هو السبب للطنين. اما اذا بدنا نحكي عن الطنين الموضوعي اللي هو بصراحه هو اخطر. يعني الطنين الموضوعي هلا طنين الشخص اكثر شيء بيجي بطريقه نحن نسميها الاديوباثيك، يعني مجهول السبب. يعني ممكن تعمل فحوصات كامله للمريض وما يطلع معه شيء، عنده طنين ومزعج وعم يعاني منه. اما الطنين الموضوعي فهو الاخطر، اللي قلنا هو ناتج عن يعني في صوت. حتى الطنين الموضوعي نحن كممارسين ممكن نسمعه، يعني في منظار موجود فينا نسمعه، يعني فينا نسمعه، بس طنين الشخصي ما له مسموع ابدا. يعني بسمع على شكل طنين طبعا. هلا كمان مشان شو اسمه الطنين ممكن يكون على شكل صوت، ممكن يكون على شكل رنين، ممكن يكون على شكل حسيس او ازيز او هرير. هلا طنين الموضوع قلنا انه له اسباب يعني بنقسم لقسمين اساسيين من الاسباب، هي الاسباب الوعائيه والاسباب الميكانيكيه. الاسباب الوعائيه هي ارتفاع توتر داخل القحط السليم، وهذا المرض طبعا موجود، يعني واشيع شيء بيكون عند النساء البدينات اللي اعمارهم بين 20 ل 30 سنه. ممكن فهو سبب طبعا هو ارتفاع السي اس اف، ضغط سائل الدماغ الشوكي ضمن الماده الدماغيه، فارتفاعه ممكن يعمل لنا طنين نابض، يعني بيكون مع نبضان قليل يعني بحس فيه المريض. يعني هذا كثير مزعج على فكره. ويعني كمان العلاج الاساسي له هو تخفيف الوزن، واستخدام ممكن نستخدم مدرات مثل الاسيتوزولامين، واذا في حالات كثير معنده ممكن نضطر حتى نحط المريض شانت دماغي، يعني شانت من تحت العنكبوت للمنطقه البريتوانيه عشان يصرف السائل الدماغي الشوكي. عن الاسباب الثانيه كمان عندنا شو التشوهات الشريانيه الوريديه، يعني ممكن الطنين يكون قصه يعني عرض لتشوه شرياني وريدي عند مريض. كمان علاجه بيكون طبعا علاج جراحي حصرا. يعني عندك النفخات الشريانيه والهمهمه الوريديه، كمان يكون في تشوهات بالشريان السباتي، بالبصل الوداجيه، بالشريان الركابي، كل يعني كل هالتشوهات ممكن تعمل لنا قصه طنين. عندنا ارتفاع توتر الشريان العادي اللي هو كثير شائع عند المتقدمين بالعمر، يعني يعني عنده ارتفاع توتر الشريان بيكون المريض وعنده كمان قصه عم ياخذ خافضات ضغط الشريان، اثنيناتهم صار بيسووا طنين. في كمان عندنا الاورام الوعائيه مثل اورام الكب الطبلي او اورام الكب الوداجي، كمان هي لها علاقه بالاوعيه الموجوده ضمن جوف الاذن الوسطى. غير الاسباب الوعائيه بالنسبه للطنين الموضوعي اللي قلنا انه هو اكثر شيء بيجي بشكل نابض ومزعج، عندنا الاسباب الميكانيكيه اللي هو مثل نفير اوستاش متسع، نفير اوستاش هو انبوب ضيق بين الاذن الوسطى والبلعوم الانفي، فهو مشان تعديل الضغط بين الاذن، فاذا كان كثير متسع بصير الانسان يسمع صوته. على فكره يعني بيجينا مرضى اكثر من مره بيقول لك انه الدكتور عم بسمع صوتي، بسمع صدى صوتي تماما، يعني بس يحكي حتى او اي شيء بالجسم، يعني اي شيء حركات معينه بالجسم مثلا نبضان، مثلا حركه البلع بيسمعها، فكثير مزعجه بتكون. يعني هدول اكثر شيء بيصير عند الاشخاص اللي بيفقدوا وزن بسرعه. مثل مريض مثلا وحده حامل مثلا ولدت خلال فترة معينة بينزل وزنها بشكل سريع، فممكن يصير عنده نفير يصير مع هذا الشيء. أيوة. المرضى اللي بيتعرضوا للتشعيع مثلا بأورام الرأس والعنق، عندك كمان العمليات الجراحية مثلا إصلاح انشقاق شرايح حنك أو عملية نابية،
في عضلات معينه هي لها علاقه بفتح النفير، فلا بتنصاب هاي العضله كمان متره شراع الحنك ممكن تعمل لها علاج، يكون بوضع انبوب تهويه او حتى ممكن أن نضطر نعطي المريض قد اذا كان طفل نعطيه، هو شيء عند الاطفال على فكره كمان، انه نعطيه قطرات انفي تحتوي على استروجين بس مشان نعمل فرط لمخاطيه بالعمر الانفي. عندنا كمان رمى عضلي حنكي ممكن يعمل طنين موضوعي، متلازمه موتره الطبله وموتره العضله الركابيه، وكمان في عندنا بس صوت الاذن له علاقه بالخلال بالاذن الداخليه، الخلال المشرع الداخلي كمان ممكن تعمل طنين موضوعي. فالطنين الموضوعي معالجه السبب دغري بيروح الطنين. يعني هاي الاسباب اللي ذكرناها، الاسباب الوعائيه او الميكانيكيه سواء كانت، اذا عالجناها بتعطي نتائج كثير حلوه يعني. عكس الطنين الشخصي اللي هو بصراحه هلا بنحكي عن معالجته اللي هو بده وقت وبده بدك تكوني مع المريض بطريق يعني بدك تحاولي قدر الامكان داريه، بده طولة بال، بده طولة بال مو مثل الطنين الموضوعي يعني. طيب خلينا نحكي دكتور، ما انك حكيت عن العلاج اليوم في كثير اساليب علاج يمكن حديثه عم بتكون في دراسات عديده لبعض انواع خليني اقول الحالات المرضيه مثل الشائعه والموجوده بالعالم، عم نشوف دراسات وابحاث، شو اسباب خليني اقول هيك طرق جديده عم تشتغلوا عليها بالعلاج؟ هلا قلنا انه الطنين بصراحه هو شكايه يعني عن جد كثير مزعجه، وهو موضوع كثير يعني بصراحه موضوع كبير وشائع. موضوع كثير شائع. هلا بالنسبه للعلاجات، هلا اخر بقول لك اخر جايد لاين احنا مستنيه او مرشد علاجي نحن نعتمد عليه بموضوع الطنين، هو الجايد لاين تبع الجمعيه الامريكيه لامراض الاذن والانف والحنجره، الاكاديميه الامريكيه مو الجمعيه. فهن حاطين بصراحه الاحدث العلاجات اللي ممكن تفيد موضوع الطنين. طبعا هذا المرشد العلاجي طبعا هو نزل بال 2014، هو اجدد شيء بصراحه يعني بالنسبه للعلاج. اذا بدنا نحكي بننقسم كعلاجات، اول شيء عندنا العلاج المحافظ. العلاج المحافظ قلنا انه الطنين مثلا خاصه الشخصي اللي هو بترافق مع نقص سمع حسي عصبي، اذا في امراض اذا في امراض مرافقه، اذا عالجنا الامراض المرافقه ممكن بيختفي طنين. يعني المريض عنده ارتفاع توتر شرياني، انا عالجته مريض ارتفاع، عالجته مثلا عنده فرط نشاط درق، عالجت المرض ممكن يروح الطنين. عندنا قلنا كمان عندنا مشكله الادويه، بس بصراحه بحسب المرشد انه معالجه الامراض المرافقه ما اعطى نتائج كثير حلوه. قلت لك انه عم تعالجي بس ما مو ضروري انه يتحسن المريض يعني. يعني بعتقد حوالي 15% من المرضى تحسنوا على انه عالجت الامراض المرافقه تحسنوا، اما البقيه ما تحسنوا. عندك الادويه قلنا يعني مثلا مريض مرضانا عم ياخذ ادويه كثير مثلا، فالاسبرين اذا وقفتي طبعا ضمن استشاره معينه، استشاره قلبيه او مضادات الالتهاب الاستروئيدي او الصادات او سيسبلاستين، هالادويه كمان اذا وقفناها او حدينا من استخدامها كمان حلاوتها انه تاثيرها بيكون في منه تاثيره بيكون عكوس، يعني بيعمل طنين بس اذا وقفتيها بيرجع، في منه تاثيره بيكون غير عكوس لانه بياثر على الحلزون والقوقع فبضل تاثيره ثابت ما بيروح. عندك كمان العلاج مثل ما قلت العلاج السلوكي، العلاج السلوكي له كثير وتثقيف المريض انه طمأنة المريض انه هاي الشكاية ما لها خطرة ما بتهدد على الحياة، بدها شوية متابعة، بدها يعني حتى في حالات ممكن نبعتهم عند اخصائي نفسية عشان يتعاملوا معه اذا كثير اذا نحن ما قدرنا طبعا يعني، بس هو ضمن الجايد لاين ضمن العلاجات المقترحة العلاج السلوكي بيلعب دور اساسي يعني، بس شوي ممكن طبيعة المجتمع انه حدا عنده طنين بدك تبعتيها طبيب نفسية بتلاقيها شوي صعبة. صح. فكمان عندك كمان المنبهات، الكافيين، كمان تأثر الدخان، الكحول، كلها عوامل ممكن تزيد قصة الموضوع الطني. عندنا الخط الثاني بالعلاج هو العلاج الصوتي. العلاج الصوتي بصراحة العلاج الصوتي هو الخط الأول بالعلاج، هو الخط الأول بالنسبة لعلاج الطني هو العلاج الصوتي، وكل الدراسات أثبتت أن العلاج الصوتي هو الممكن الوحيد اللي ممكن يفيد الطنين. طبعا عم نحكي عن الطنين، قلنا الطنين المزعج المستمر الاكثر من 6 شهور المزمن، اما الطنين اللي قلنا الحاد ممكن اعالجه بمعالجه السبب ممكن يروح الطنين خاصه الموضوعي، اما الطنين المزعج المستمر الاكثر من 6 شهور مجهول السبب العلاج الوحيد اللي ممكن يفيد هو العلاج الصوتي. طبعا العلاج الصوتي حتى حسب العلاجات تختلف، يعني ممكن مريض اذا عنده نقص سمع حسي عصبي كبير معينه سمعيه ممكن تفيده كثير، معينه يا سماعه يعني السماعة ممكن تفيده بطريقة منيحة. كمان عندنا في بعض المرضى أنا بنصحهم بس يروحوا، هلا بيجي أكثر شيء بيكون
لما بيعاني المريض من هذا الموضوع واثناء النوم بيلاقي صعوبه بيلاقي صعوبه بالنوم. صحيح. ايه بيقول لك دكتور ما عم نام، يعني انه انا عم حاول نام، بصير عندهم ارق، بصير عندهم اكتئاب. هلا كمان بنفوت انه كمان في كثير اطباء بيعطوا مضادات اكتئاب، مضادات قلق، مضادات اختلاج. فانه بيقول لك انه انا ما عم نام يعني. فانا بنصح المريض انه دائما يحط صوت راديو على محطه، يعني نحن بنسميه هذا الموضوع، نحن بنسميه ماسكينج او تشويش. هلا الطنين له 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 تواتر معين، فنحن بنحاول نغطي على هذا التواتر بصوت ثاني فما بيحس فيه المريض، بنغطيه. ايه فبقول له انه حط جهاز موبايل او حط تلفزيون او حط جهاز راديو، بس نحاول قدر الامكان نغطي على هذا الصوت الموجود عندك. هلا احدث الاجهزه اللي هلا صارت طبعا متوفره عندنا، في اجهزه تشويش يعني مثل معينه سمعيه كمان بتجي بيحطها للمريض، طبعا بعد ما نعرف التواتر الموجود، التواتر الطنين الموجود عند المريض، طبعا احنا كمان نكتشفه للتواتر الموجود عند المريض باجهزه تخطيط سمع كهربائيه، نحن بنعرف نحدد انه بانه تواتر عم يصدر هذا الصوت. فنحن بنعاير الجهاز الموجود، هو بسموه على حزمه ضجيج ابيض حول التواتر الموجود اللي عند المريض، مشان نغطي على الصوت الموجود عنه، بتعطي نتائج كثير حلوه يعني. هلا في طريقه، في كمان فينا الجلسات، في المريض عن طريق تخطيط السمع نعطي جلسات معينه، مثلا 3 دقائق 4 دقائق، نعطي صوت بتواتر معين بنفس تواتر الطنين الموجود عند المريض ب4 5 جلسات. كمان بصراحه طبقناها بالمشفى لمريضين ثلاثه، اعطينا نتائج كثير حلوه، بس هو شوي مكلف ماديا وبده استراتيجيه معينه هالآخر شيء عندنا العلاج الدوائي، يعني علاج دوائي اللي قلنا هي مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، مضادات الاختلاج، مكملات الغذائية، الجينكو بيلوبا. هاي بصراحة الدراسات كلها انه هاي الأدوية ما عم تعطي أي نتائج. يعني حتى عم تعطي نتائج مؤقتة، عم يرجع ينكس المريض، فما عم ينصح فيها أبدا. يعني العلاجات الدوائية ما عم ينصح فيها أبدا. العلاج الصوتي هو اللي ممكن يعطي نتيجة تثقيف، والعلاج السلوكي هم ممكن يعطوا نتيجة للمرض. طيب دكتور، ذكرت خلال حديثك أنه ممكن كمان يصيب الأطفال، هون الإصابة كيف بتكون؟ مختلفة أو أعراضها مختلفة؟ العلاج مختلف؟ هلا عند الأطفال بيكون بيختلف عن شوي عند الطفل. ما بيقول لك عندي طنين، بس الطفل بيقول لك ابنك عم تشجع أو ممكن يفسروا على شكل تململ، ممكن يكون على شكل حس ضغط على الإذن، ممكن يكون قصة بيقول لك، حتى ممكن يفسر لك الطفل على أساس إنه هو ألم، ماشي، إنه عم يصير ألم. هلا أكثر شيء عند الأطفال بيكون له علاقة، بيكون هو طنين موضوعي بصراحة، مو طنين شخصي، يعني له علاقة باضطرابات الأذن الوسطى، مثلا التهاب أذن وسطى مصلي، مثلا تشوهات خلقية بتكون مرافقة، تشوهات بالأذن الباطنة، مثلا نعد منها تشوه ميكل أو تشوه مونديني. هي تشوهات هي عباره عن نقص تصنع بالاذن الداخلي، وخاصه منطقه الحلزون والتي. فاي مشاكل فيها ممكن تعملها طنين موضوعي. فشكايه الاطفال تختلف شوي عن شكايه البالغين. نعم. طيب هون دكتور بدي اسالك، يعني غير هذا الشيء اللي حكينا عنه، هلا اليوم صار في عنا فيروس او جائحه كورونا عم تدخل بكل الامراض، دائما الناس عم بيكون عندها استفسارات انه الحياه بعد كورونا غير قبلها، وفي كثير انواع خليني اقول من الامراض بتتاثر اثار جانبيه بكورونا، او حتى هو لما شخص بينصفي ما بيرجع مثل الاول. عند كتير حالات وأعمار معينة، خلينا نحكي الأشخاص اللي ممكن يكونوا بيعانوا من شكاية الطنين، هل بيأثر الإصابة فيهم؟ أيضاً اللقاح، في ناس بعد ما تتلقح بيقولوا لك من ضمن الأعراض الجانبية بيصير عندهم دوخة بسيطة، شيء معين. نحن بنعرف أنه مراكز التوازن العلاقة بالأذن الوسطى وبالدماغ، فنحكي عن هذا الموضوع. وإذا طبعا مر معكم حالات خلال السنة، إذا من نشوف العلاقة بين موضوع الطنين والكوفيد 19 يعني كورونا، له علاقة إجباري. هل الكورونا هو عبارة عن فيروس، يعني طبعا فيروس كورونا فيروس، يعني هو فيروس بيعمل اعراض انفلونزا، يعني اعراض الانفلونزا يعني بيعمل شيء نحن بنسميه الابر ريسبيراتوري تراكت، بيأثر على الاذن، بيعمل التهاب طرق تنفسية علوية. فالتهاب طرق تنفسية العلوية يعني بيعمل اعراض رشح طبيعية. فالاعراض رشح الطبيعية ممكن يترافق مع حس ثقل بالاذن، ممكن يحس بقصة طنين، ممكن حتى بعد الشفاء، يعني هو مدة حضانة الفيروس قلنا حوالي 14، إذا بنحكي عنكم حوالي 14 يوم، بعد ال 14 يوم ممكن قصة الطنين تستمر لمدة
ست اشهر ممكن يصير عنده طنين بسبب الاصابه. بسبب الاصابه لا ممكن يعني بصير يعني هي العلاقه انه الامتان ممكن يمتد للنفير واستاش يوصل للاذن الوسطى يسرع مخاطيط الاذن الوسطى، هذا الموضوع ممكن يعمل لنا طنين. الطنين طبعا بكون اذا ما عمل شيء مرضي، يعني اذا ما عمل مثلا اذا ما عمل التهاب الخشاه او اذيب العظيمات او اذيب بغشاء الطبل، اذيب دائما ممكن يروح خلال ست شهور، اما اذا عمل اذيب ممكن هي الاصابه تضل. بالنسبه للموضوع اللقاح يعني ما في شيء بصراحه انه مثبت بين الطنين او اذا بيعمل طنين له علاقه، بس هلا اذا موضوع اللقاح ممكن تعمل طنين، ممكن يعني هو عم يعمل اعراض بصراحه، موضوع اللقاح عم يعمل اعراض عامه، عم يعمل تعب عام، عم يعمل وهن، عم يعمل دوخه، وحتى الدوخه ممكن تعمل ترافق مع بقصه الطنين، او اذا بدنا نحكي طنين حيستقل بالراس، بس بالمجمل هاي الاعراض بتكون مؤقته، يعني بتكون مؤقت، يعني ممكن تضل يومين ثلاثة أسبوع وبعدين تروح تختفي، ما بتضل إذا أكيد ما بتضل لفترة طويلة يعني. ممكن دكتور كثير من الناس يعني عم نحاول نسأل ونستفسر عن كل التفاصيل الطبية حول هيدا الموضوع، لأنه بتلاقي مرض شائع، يعني يا بتلاقي يا دوار دهليزي عندك، لأنه الأذن مثل ما قلنا هي أساس توازن الجسم. إذا بدنا نعطي بعض النصائح لكل المشاهدين، لأنه نحن عندنا ثقافة للأسف موجودة هي الخيار الأخير الاتجاه الطبيب، يعني تكون بمرحلة متقدمة، لا لازم يكون في خيارات أولية، لو كان في مشاكل بسيطة شو هي بداية الأعراض لأنا لا أتوجه للطبيب لحتى ما تتفاقم هي المشكلة. طبعا هلا بالنسبة للطنين قلنا الطنين هو بالمجمل هو عرض لمجموعة أعراض، لمجموعة أمراض نحن ذكرناها بهاي المقابلة، قدر الإمكان هو الطنين هو سليم، يعني هو النسبة الكبيرة منه هو سليم، ما له مخاطر على الحياة، ما له تأثيرات على المدى البعيد، بس انه الشيء الخطر انه هو بيأثر على نوعية الحياة. ماشي، يعني بتذكر انه نفس الدراسة انه له حتى له تأثير اقتصادي على البلد. يعني فهمتي كيف؟ يعني خاصة الموظفين، وطبعا الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية انه بتأثر على الاقتصاد البلد، انه بيجيك المريض ما فيه مثلا بيكون ماله نايم او مثلا مزعوج متضايق من قصة الطنين، فبيأثر على نوعية الحياة وبيأثر على المنتوجية الاقتصادية للبلد، وهي حتى بتكون مكلفة على الدولة يعني. إلا إذا في شغلات معينة لازم ندير بالنا منها إذا في موضوع الطنين، إذا كان الطنين نابض مثل ما قلنا، إذا مع الطنين نابض إنه بتحسي إنه مع نبضان القلب بيكون، فهذا لازم واحد يستقصي عنه. إذا كان الطنين أحادي الجانب، كمان الطنين الثنائي الجانب وأسلم من الطنين الأحادي الجانب. إذا كان مترافق مع نقص سمع شديد لازم دغري واحد يشوف الموضوع يراجع الأخصائي الأذنية. كمان إذا ترافق مع علامات عصبية مثلا قصة غشي، قصة نوبة فقد وعي، خدر تنميل باللسان باليد، ضيقة نفس، زلة، فإذا ترافق مع علامات عصبية كمان يفضل إنه يراجع مشان نستقصي الموضوع، بيكون مشان قدر الإمكان إنه بيكون عم الطنين هو عرض لشيء لا سمح الله بيكون له خطر على الحياة يعني. وبالمجمل انه طمأنة المريض انه على تسقيف المريض، نحن دائما بنشوف انه طمأنة المريض وتسقيف المريض انه هاي الشكاية انه هو طنين، وتعرفيه على المرض الموجود عنده تماما. انه هو شغلة ما لها خطر على الحياة، ومالك قدر الامكان تشرحي له طريقه العلاج اللي قلنا هو العلاج الصوتي، اللي هو قدر الشيء هو عم يعطي نتائج كثير حلوه، اما بقيه الشغلات ما لها يعني ما لها اي مانع يعني. اكيد كيف؟ بالنهايه بدنا نتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله كل يلي عم بيعانوا من هي المشكله يكونوا استفادوا بمعلومات من خلال لقائك معنا. شكرا لك. نتشكرك دكتور شيخ حسين قاسم اخصائي اذن انف حنجره وجراحه راس على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا هلا.